بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم. جوزو اليوم عندي اللوبيا في الصلصة. جوزو مرحبا، يلا شوفوا كيما راكم تشوفوها حميمة. الله الله مجمرة تشهي، شهيتكم في الجنة ان شاء الله. هتفضلوا تشوفوا طريقة التحضير. هنا كانوا عندي طرف تاع الحم، حم بقري انايا درت، بيان سور درتو في المقلة، زدت له شوية زيت، واحد ثلاثة اربع مغارف تاع الزيت، كل واحد كيفاش يحب ليدان. نخليه يتقلى، يطلق كامل العصارة ديالو، يطلق بنتو. هاوليك من جهة اخرى بيان سور، هاوليك شتو هذيك لا كوش، هذيك لا البنية، هذيك هي البنة الحقيقية تاع تاع لاصوص. هنايا كنت نقي زوج حبيبات بصل يكونوا كبار، ماشي كبار بزاف مي كبار، قطعتهم هنا جنيحات كيما راكم تشوفوا، ولا مال بيان سور يكونوا رقاق. نقليهم بالعقل، يتقلاو في هذاك الزيت وهذيك العصاره اللي تلقاها الحم. خذوا وقتكم وانتم تقليو في البصل، كيما نقول لكم دائما سر البنه في التقليه هكذا. جا فريمون بنين كيما شفتوا، ما كاش اللي ما يحبش لوبيا الفصاصة، وهذا هو وقتها، يعني ما هيش غالية بزاف. هنا كيلو ولا رطل، يعني رطل يدير لك كمية ما شاء الله، وكيكون عائلة كبيرة كيلو لازم كيلو. هنا زدت ربع فصوص تاع التوم سكرفشتهم وزدتهم هنايا، التوم عنده بنة خاصة دونك لازم ينزاد. هاوليك شوفوا هنايا كوميم هو دبال شويه البصل هذاك. هنا ناسيزوني، درت الملح وفلفل الكحل وزدت له ثاني فلفل عكري، غرفه صغيره تاع فلفل عكري، رسم غرفه تاع الفلفل الكحل. قلت لكم انا ما نديرش بزاف، ما نكترش منه، نديرو ما نقدرش ما نديروش بصح ما نكترش منه. وبياسو غرفه صغيره ثاني معمره تاع الملح. نكمل توجور نقلي بيان. وهنا يسكر في زوج حبيبات طوماطيش حميمرين طيبين بيان، سكرفجتهم. نزيد نقليهم تاني مع هذاك البصل. هنا هاد اللوبيا في الصلصة كنت بيان سور نقيتها، شللتها بيان، ومن بعد درتها غلات، غليتها يا ربي شوفوا ماكسيموم ربع ساعه، جوست باش تلق هذاك الزفره ديال هذاك الماء الكحل ديالها، وما خليتهاش حتى طيب كامل باسكو عباكم ما تطولش في الطياب. زدتها لهذاك البصل، نزيد نقليها توجور شويه، من بعد نمرق بيان سور بالماء سخون هكذا باش ما تكرسلكمش. لوبيا في الصلصه سي تان ديليس، صح نحبوا اللوبيا البيضاء هذيك تاع الشتاء، هذيك توالم كي نشوفوا الريح مي هذه اللوبيا في الصلصه، يعني تو ماما يقدر واحد يديرها في السخانه في البرد. ها هنايا يعني مرقت قلت لكم بالماء سخون، وكنت زدت مغرفه كبيره تاع الطوماطيش، تاع الطوماطيش مصبره بيان سور، تغطوا عليها وتخلوها تطيب في غدها. ها بليك هنا بعد ما جهزت مع كسره، واش نقول لكم شهيتكم خياتي في الجنه ان شاء الله. ما تنساوناش خياتي بالاعجابات بيان سور باش تدعموا القناه ديالنا. نقول لكم في امان الله وحفظه، السلام عليكم.